تكون هي عبارة عن دالة مرفوع الأس. بما أنها دالة مرفوع الأس يعني راح أنزل الأس، ثاني حالة خليتها أنزل الأس وأطرح منه واحد. لما أنزل الأربعة وأضربها باثنين راح يطلع لي كم؟ راح يطلع لي ثمانية، والأربعة نقص منها واحد راح يصير إكس أس ثلاثة. هذا رقم، مشتقة الرقم كم؟ صفر. أوكي إنزين، بعدين قال لي كم لي ناقص؟ ثبتين البسط اللي هو عبارة عن اثنين إكس أس أربعة زائد أربعة، وبعدين تروحين تشتقين المقام اللي هو عبارة عن إكس زائد واحد. الواحد مشتقتها صفر، الإكس شنو مشتقة الإكس؟ عبارة عن واحد، إذا بس راح تحطين واحد. أوكي، ودائما دائما أحرص في اشتقاق البسط والمقام إني أحط الأقواس. ليش أحط الأقواس؟ لأن هني طرح مو قايل لي جمع، لو كان جمع ما يخالف ما راح أحط الأقواس، بس هني ضروري أحط الأقواس. ليش؟ لأن في دروس الجاية راح أبطل الأقواس هذه، راح أربع المقام، راح أدخل السالب بالأقواس، فراح تختلف. لو إني مو حاطة أقواس راح يختلف الناتج نهائيا. فالدروس الجاية إن شاء الله 3.3 ولا 3.4 أو 5، ما أنا متأكدة أي واحد فيهم، بس راح أتعلم شلون أبطل هذا البسط كله، أختصره يعني، وأخلي الناتج مو كذي، راح أخليه أقل. بس طبعا لازم أنسى شنو الأفر برايم الإكس. لو نسيت البرايم هذي فراح ينقصون عليها الدكاترة، فأتأكد إني حاطة الإف برايم للإكس، مو بس أكتب له كذي الناتج، لا لازم أقول إن الإف برايم للإكس هي عبارة عن هذا الناتج. إنزين، ثالث حالة قال لي إذا كان عندك ضرب. شنو ضرب؟ يعني قصده الضرب دالتين، لما يجيني دالة مضروبة بدالة شو راح تسوين؟ خلينا نأخذ مثال عليها. لو جايني دالة مثلاً خمسة إكس تربيع زائد ثلاثة، هذه دالة، والثانية مثلا اثنين إكس بس، فهذه أسميها إف للإكس. هذه عبارة عن دالة، بس ألاحظ أن الدالة هذه عبارة عن حاصل ضرب دالتين، هذه الدالة الأولى وهذه الدالة الثانية، لأن بينهم ضرب. اوكي، اذا شفت بهالشكل يعني معناته هذه داله بروح وهذه داله بروح. فقال اذا شفتي الضرب يعني ضرب دالتين راح تروحين تطبقين هذا القانون. طبعا هذا البسط والمقام والضرب مرفوع الاس الرقم، كل اللي قاعد اقوله هذا ماخذينه شنو بالثانوي، يعني هذه مراجعه على السريع عليها. فاذا شفت ضرب دالتين راح اروح اطبق هذه القاعده اللي هي اشتق ثبت زائد ثبت اشتق. فاول شيء راح اشتق القوس الاول، الداله الاولى راح اروح اشتقها. شنو مشتقه الخمسة اكس تربيع؟ الخمسة اكس تربيع الخمسة رقم وجنبها اكس. انا شنو قلت؟ اذا كان رقم ومعاه اكس راح انزله مثل ما هو، يعني راح تروحين، بس لازم اقول ان الاف برايم للاكس، ما كتبتي اف برايم للاكس احتمال صفر، او في دكاتره ينقصون عليها، الكل مو في يعني الاغلب ان ينقصون، لازم اكتب ان الاف برايم للاكس. زين، فالخمسه هذه بما انها رقم راح انزلها. ليش راح انزلها؟ لان جنبها داله، عاد اروح اشتق الداله. الداله هذه مرفوع الاس، دام انها مرفوع الاس يعني راح انزل الاس هذا واطرح منه واحد، بس يبقى لي اكس، لان اثنين انقص منها واحد يبقى لي اكس. الرقم شنو مشتقته؟ مشتقته صفر. اوكي، بعدين قال لي ثبتي الداله الثانيه، قصده يعني هني شقيتي انت الاولى وروحي ثبتي الثانيه. الثانيه اللي هي عباره عن اثنين اكس زائد ثبتي الاولى اللي انت شقيتيها، اول شيء ثبتيها اللي هي عبارة عن خمسة إكس تربيع زائد ثلاثة. بعدين شنو؟ روحي اشتقي الثانية اللي هي ما اشتقيتيها، أنت ثبتيها أول شيء، روحي اشتقيها الحين، هي عبارة عن اثنين إكس. اثنين إكس هذه عبارة عن رقم وجنبه إكس، راح تنزلين الرقم وتشتقين الإكس، مشتقة الإكس عبارة عن واحد، فبس مشتقتها اثنين. عاد يلا الحين اختصري اضربي اجمعي شنو اللي عندك؟ خمسة في اثنين عشرة إكس، وهذه عبارة عن اثنين إكس زائد، أنزل هذه نفس ما هي، زائد ثلاثة، وهني اثنين. اوكي، اللي يبي يوزع او يخليها نفس ما هي يخليها نفس ما هي عادي، ما راح يختلف الحل يعني. اللي يبي يبطل ويوزع نفس الشيء عادي. اخذ مثال ثاني عليها. لو تجيني الدالة مثلا الاف للاكس عبارة عن خلينا نقول خمسة إكس أربعة زائد ثلاثة إكس تربيع، هذه الدالة الأولى، في الدالة الثانية اللي هي عبارة عن ثلاثة إكس زائد خمسة.
إنزين هاي دالتين مضربين بعض، يعني راح أروح أطبق اشتق ثبت 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 اشتق. فأروح الحين أقول إني راح أشتق أول دالة، مشتقة أول دالة الرقم جنب دالة، راح أنزل الرقم بس ما أنسى الإف برايم للإكس، أنزل الرقم. الحين خلاص تعودنا على طريقة إني أنزل الرقم هذا على طول، أضربه يعني لما تنزلون الأس أضربه مع بعض. يعني الحين أنا مفروض أنزل الخمسة صح؟ لأن هي عبارة عن رقم وجنبها إكس، وأنا قلت إذا رقم وجنبه إكس راح أنزل مثل ما هو أشتق الإكس الدالة اللي جنبه. زين فرضا نزلت الخمسة، هذه الخمسة هنا نزلتها، اشتقي الإكس أس أربعة، الإكس أس أربعة دالة مرفوع الأس، دالة مرفوع الأس شنو أسوي فيها؟ راح أروح أنزل الأس وأطرح منها واحد، فلما أنزل الأربعة أطرح منها واحد يبقى لي ثلاثة، فعلى طول أضرب الخمسة بالأربعة عبارة عن عشرين، فأقول عشرين إكس أس ثلاثة زائد هذه مشتقاتها نفس السالفة، راح أنزل الأس راح يكون ستة إكس. إنزين هذا بالنسبة لمشتقة شنو الأولى، قاعد بعدين قال لي روحي ثبتي الثانية، بعدين زائد ثبتي الأولى اللي اشتقيتيها أنت اللي هي عبارة عن خمسة إكس أس أربعة زائد ثلاثة إكس تربيع، وبعدين اشتقي الثانية اللي أنت ثبتيها بالبداية اللي هي عبارة عن شنو، عبارة عن ثلاثة فقط. ليش ثلاثة؟ لأن هذه عبارة عن رقم وجنبها دالة، الدالة هذه عبارة عن X ومشتقة الـ X واحد، والخمسة رقم فمشتقة الرقم هذا صفر، فيبقى لي بس ثلاثة، وهذا الحل النهائي للـ F برايم للـ X. زين آخر حالة إذا قال لي by definition، by definition يعني شنو؟ يعني أبي الديريفاتيف، يقول لك find the derivative by definition، definition اللي هو التعريف، باستخدام التعريف. عندي حالتين طبعا ما راح اخذ عليه مثال لانه راح يتوضح بالامثله الحل طويل يكون، فبس باخذ القوانين. باي ديفينيشن يعني شنو؟ باستخدام التعريف. عندي حالتين، يا يقول لك روحي جيبيها عند نقطه، يا يقول لك بس يسكت ما يقول لك عند نقطه. متى اعرف اذا عند نقطه ولا مشتقه عامه؟ انه يكون معطيني النقطه، اذا معطيني النقطه راح استخدم قانون مشتقه عند نقطه، اذا مو معطيني النقطه راح استخدم مشتقه عامه. اذا كان يبيها عامة يعني مو قايل لي عند نقطة، راح أقول الـ F برايم للـ X يساوي الليمت لما الـ H تروح للصفر، الـ FX زائد الـ H ناقص الـ F للـ X على الـ H. هذا القانون حفظ. شنو معنات الـ F للـ X زائد الـ H؟ يعني معناته تشيلين كل X موجودة عندك بالسؤال بالدالة وتحطين مكانها X زائد الـ H. زين شنو معنات إن الـ F للـ X؟ يعني الدالة الأصلية اللي بالسؤال تنزلينها. إنزين إذا قالتش عند نقطة حددتش النقطة، راح تقولين الـ F برايم للـ A، هني X هني A، هذه إذا حدد لي نقطة. بعدين الليمت لما الإكس تروح للأ، الأ اللي معطيتش إياها بالسؤال يعني يقولك أنا ابحثي عن الليمت عند النقطة هذه، فتحطين الأ هني النقطة اللي معطيتش إياها بالسؤال. بعدين تقولين الإف للإكس، الإف للإكس اللي هي الدالة الأصلية بالسؤال ناقص الإف للأ. شنو الإف للأ؟ هي عبارة عن الصورة عند النقطة. شنو يعني؟ يعني تأخذين النقطة اللي هي معطيتش إياها بالسؤال مثلا معطيه خمسة، وأروح أعوض فيها بالدالة الأصلية وأحط الناتج راح يطلع هني. يعني ها تعويض النقطة الأصلية النقطة اللي معطيني إياها بالدالة الأصلية، بعدين أقول X ناقص الـ A. هذا القانونين حفظ. إذا قال لي شنو باي ديفينيشن راح استخدم هذا القانون. عندي القانونين هذا استخدم إذا معطيني نقطة بالسؤال، هذا إذا مشتقة عامة ما قال لي روحي جيبيها عند نقطة.